جرى عليه يعني فكر الدكتور مختار الظواهري عميد الكليه ان احنا نبدا اي ايفنت عندنا باستلام الجمهوري، فلو سمحتوا لنا. شبابها وفي علمائها بإذن الله. شكرا.
أستاذ الدكتور محمد العزاجي رئيس الجامعة هذه الكلمة المحفزة في هذا الصباح الذي انتبت فيه مصر هذه الأزمة، لكن إن شاء الله بإذن الله تكون آخر أزمة وتعدي على خير إن شاء الله. الكلمة الآن لسيادة الأستاذ الدكتور محمد السعداني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والحكومة. طيب صباح الخير.